تريكو بخير كتعاودوا اخباركم صحيحه. ما غنسى عليكم، شكرا بزاف على الفيديو ديال البارح، شكرا بزاف على تعليقكم، شكرا بزاف على الناس شكرا بزاف. المهم تعال نقول لكم الله يرحم لكم الوالدين. بالنسبه للبنات اللي كنتعطل عليهم في الواتساب باش كنجاوب، بالنسبه لي كوموند غير صبروا عليا شويه، كنجاوب شويه بشويه، كنجاوب لي ميساج، يعني راه غتشوفوني اونلاين في الواتساب ولكن ما كنجاوبش، ما جاوبش صبروا عليا، راه كنجاوب كل وحده ونعطيها لي بخي ونقاد معاها ونتحول لاخرى، فهمتوا؟ حيت عندي زعما والله شكرا لكم بزاف بزاف، حيت ما كنتش متوقعه داك الكم ديال الناس، حيت ما بقيتش قادره نجي غير لي ميساج، والله ما بقيتش قادره نوردي انا وراجلي، ما قدرتش نجي غير وكيجي غير لي ميساج اون فرونسي وانا بالعربيه، اللي ما كيعرفش الفرونسي كنجاوب فريمون تيقوني ولا ما تيقوني. البارح بقيت فيه حتى شي تقريبا الربعة ديال الصباح وانا كنجاوب، حيت كاينين الناس اللي عايشين برا ولا اللي عايشين في السعوديه ولا شي حاجه هكا، كيكون مختلف الوقت وما عندهم الليل، حنا عندنا النهار. والله الا بقيت اصلا ما كنعش بالليل، دابا مع الحمل ما بقيتش كنعس، النعاس ما كاين، كنعس مع الربعة ديال الصباح وكنفيق مع 10 ديال الصباح، النعاس نهائيا واش كينطر منين نعاس، مشى مشى بح بح بح، ما بقاش عندي النعاس. قلت لكم شكرا بزاف بزاف على الثقه ديالكم، نتمنى ان شاء الله نكون على حسن الظن ديالكم، الله يكبر بكم والله يعطيكم الخير، وان شاء الله ما نخيبش الامل ديالكم، وما تخافوش راه اي حاجه خديتوها من عندي راه 100% شي حاجه مزيانه، اللي ماشي ديالي، اللي ماشي انا اللي درتها، راه كنقول لكم ماشي انا اللي درتها، يعني حتى كنديرها انا، كنقول لكم راه كنشدها من عند السيد، هي شي حاجه كيبقى انا كنديرها، ولكن الا باقي ما لقيتش ليها انا لا دوز ديالها ولا انا باقي ما ساليتش ليها باش نقادها، حيت الا لقيت شي حاجه كنقادها كونتيتي كثيره، فهمتوا؟ باش كيبقى ليا ما كنبقاش كل ساعه نعاود فيها. المهم هذاك وان شاء الله كل مره نوجد حاجه. بالنسبه للناس اللي كيسولوني على الزيت ديال فيك دو بارباغي، فيك دو بارباغي البنات راه غنصاوبو، ولكن سمحوا لي بزاف خاصني شويه على الوقت، غنصاوبو في الدار ولكن خاصني شويه على الوقت باش تشري اكراني، باش تقشري، باش طحني، باش تصفي، باش تقرملي، باش ويلي ويلي، شحال كفيت على الوقت بعدا غير باش تفهموا. واش مي راه غالي في الثمن فيك دو بارباغي، راه غلا من اركان، هو ورق الاركان طبعا عرفتي والو، حيت راه غاغ، شنو هي الغاغ فهمتو؟ غاغ، حنا عندنا الاكران هنا فواره، خاصني غير نلقى اللي يقلعوا ليا واللي يجيبوا ليا وداكشي باش نبقى نقادو في الدار، فهمتو؟ ايوا هادشي ما كان. المهم دابا غادي البنات اليوم السبت، اليوم هاد الفيديو اليوم السبت خارجه للسوق، غنمشي نتقدى انا وراجلي، غادي نهي السبت الكردان هنايا حدانا مع باش جا بيتي، وغنمشي نطرق الويده ديالي، حيت قالت لي صافي راه غنجي، داكشي اللي قالت، يعني قلت لك الراي ديالها، داكشي اللي قالت، وحيت خاصه نيت اصلا في الدره بغيتها تعاوني، اي شي حجر في الطريق باسكو اللي كايو ناري، فطرت بالبيض والليمون، يعني ما فاش كنفطر بالبيض، انا ما نفطر، ما كناكلش البيض، دابا هاد الايام في الحمل ما كنفطرش بالبيض، ما كناكلش البيض، وكليته غادي كذبني ليكم نمشي الا ما رجعت، حيت راه عندي شي حاجه بحال دابا هذيك المريسه، داك اش كتقول لها انتما الزميطه خصها تقادها، هي اللي كتعرف لي انا ما كنعرفش، نكذبش عليكم كنعرفها نبيعها، هي اللي كتقادها بحال شي اش كيكوموند سبيسيال قديد، كاين اللي كيبغي القديد، ولكن كل واحد مسكين شنو كيسهل، الناس فاش كيكونوا في الغربه كتشوف غير انا ومني وجبد، ما كاين لا في الغربه لا في والو، هاني وما كناكلش وكنبقى نتهاو وندير لهم ما كناكل، بحال داك شويه كاينه في الغربه وحصه هاد الحجر الصحي وهاد الشيء، واللي ما عنده والدي مسكين الله يرحمهم ولا شي حاجه، ما كاينش فين ياكل، كاين اللي بغى القديد، كاين اللي بغى كاينه واحد الاخت قالت لي حيات عافاك القديد، الا عطيتني بالقديد قلت لها اختي نقادو لك على راسي نعيط، اتونسيون شي حاجه داكشي
الانترنت. كي يكون كندير كوموند باغ سيمين البنات, كوموند باغ سيمين. دابا هاد لي كوموند غنديرها اليوم غنصيفطها ان شاء الله نهار الاثنين, حيت نهار الاثنين عندي رونديفو مع الطبيبه غادي لاكادير باش نصيفطها. كنصيفط في اكادير نصيفط شي راهي. بالنسبه للناس اللي كيصوروا في الترونسبور حال كاين الترونسبور البنات كيصيفط لبرا, ولكن هذا ماشي الكيران دوك اللي كتعرفوا, ماشي الكيران ديال ديال ايت ملول اللي فينا, لا ماشي هذوك, هذا راه بوحدو, هذا اجونس يعني كونفيونس, هذا كيوصل حتى للدار عندك, كيوصل حتى للدوميسيل, فهمتوا؟ ويلي 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 يا البنات, ما عرفتش كيبان لكم العرق, كنشخشخ انا بالعرق, انا اصلا كنسخن وكملت دابا مع هاد السخونيه, سخون الحراره, وانا هاد الماسك يخليني, هاد الماسك سالي معايا, انا هاد الماسك والله العظيم. شو كاين حامه الوالدين من جيت 44, شوفوا شنو نشري. يعني مشيت عند السيد قلت ليه حافت شميت ريحه القطران في الزنقه وهذا بان ليا التراب, وكان فيه العطاش, لاحظوا كيفاش بارتي بادا, وقلت ليه عافاك دير ليا دير ليا دير عطيني هذه ودير ليا فيها القطران, دير ليا مسكين فيها القطران. شفت واحد الحاجه شفت عنده شحال زوينه هذه هكا, ديري فيها الماء, ندير فيها الماء فلتر ونكبو فيها نيت. قلت لكم جيت ناخذ هنايا الكليمه للبيت ديال ما الفوق, وجيت ناخذ واحد الكونجيلاتور حيت عندي الكونجيلاتور هنايا انا عرفتوني يعني كنغرس في الدار وعندي لي فخول وهذا الشيء. كتكون عندنا بحال دابا هنا كيفرقوا هنا في الغبار كيفرقوا الخضره, كتكون عندي الخضره كثيره كنبقى نقطعها ونكونجليها باش ما نضيعهاش نديرها في الكونجيلاتور. عندي واحد الكونجيلاتور ديال الدار ديال الدار عندي, ومطرطق ما عرفتش كيفاش ندير ليه, نخرجو غنخرجو نغسلو خفت توسخ, غنخرجو نغسلو خفت داكشي اللي فيه خسر وعمر عندي, وغندير عاوتاني شحال في الكونجيلاتور ما بقى عندي فين نحط, وغيجي العيد الكبير وما عنديش فين نحط اللحم. ايوا جيت نشري من عند راكم كتعرفوه ديجا, صافي لكم ديجا شبلي صافي لكم ها تيليسوس راه كاينه في الطريق الكبيره ديال 44 كتعرفوها الناس ديال 44 كيعرفوها تيليسوس. والوي صافي لكم رشيد رشيد تيليسوس البنات, واجي رشيد اشنو سميت الشارع؟ اشنو سميت الشارع؟ شارع محمد الخامس تيليسوس. راه كتعرفوا راه واخا سادين قدام الطاكسيات الخضرين الصغار, راه واخا كتشوفوا الكرياج مسدود, راه الكراج اللور عندهم حلول راه كيبيع, راه غير ساد حيت الكونفينمون زعما حيت هادشي ديال الحظر الصحي من نورمالمون راه حاد. قلت لكم جيت ناخذ من عند واحد الكونجيلاتور غيدير معايا شي ثمن زوين, وجيت حتى انتم ديروا مع تقجروا معاه مثل معاكم ثمن زين, مع راه ما كيبغيش يطلق صغيرين زقيرين المهم زقيرين. المهم انا غناخذ نشوف باش الكونجيلاتور غادي ناخذ نتقاسمو معاكم ونوريكم حتى الكليمه حتى هي, والله كاع باقي ما ركبناها خاصه الكليمه الفوق البيت ديال ماما. ويلا نتلقى معاكم فاش ان شاء الله ندخل نشوف شنو غادي ندير. انا هاني دخلت للدار باش غنوريكم الكونجيلاتور اللي خديت, خديت هاد لا مارك ويربول, قال لي لا مارك زويونه هادي, كتاخذوا البيض, البيض دائما كيكون رخيص البنات في اي حاجه, في التلالج ما تلالج في اي حاجه البيض كيكون رخيص, خديته بحال هكا شفتو. هذا راه هذا راه ماشي فين غتلصق هادي سيري, هذا راه البنات ماشي الكبير, هذا هما هذا ماشي الكبير ماشي الصغير, هذا الموين شفتو انا قادني موين, راه تبارك الله راه كثير كتجي مع هاد الشبيكه كيكا العيد الكبير, ولا غادي ندير فيه تنغسلو ان شاء الله يبرد شويه مع دابا تحرك ما غاديش نشعلو هكا, يجي هكا من الداخل شوف راه كبير تبارك الله شفتو هكا, وهي الغطيه ديالو غطاه شتو فيه 10 سنين ديال الكارونتي. شو عنده هذاك راه كيبيع كيدير لكم اثمنه زوينه, ما يمكنش تلقاو شي اثمنه رخص من هكا, غتمشي للمرجان ما تلقايش الاثمنه رخص من هكا, تمشي لاسواق سلام غتلقايه غالي على هكا, هو داير 1800 درهم تقدري تصاوبيه معاه مازال 1800 درهم وبالكارونتي وبلا فاكتور و وزعما كاع عمر هضر عنده هادي هكا اوف او هادي. المهم الضو داكشي ديالو صافي عنده البريز شتو جيتي دي ان تريك زوين ما تلصق هذيك داير لسه الجناب اجي لصق في الجناب هنا هي ناري هذا بالصيق صق في الجناب ما عرفتش سي با الكول اللي تخيط ماشي مينو ماشي مينو وهذاك نوريكم ها لي كوموند ما عنديش بعد ما عنديش بارطاجي معكم كل مره اش من الكوموند انا درتها هما لي كوموند اللي غنصيفط شفتوهم ها وحده جوج ثلاثه اربعه خمسه سته سته ديال لي كوموند هما اللي وجدت جيتو ماشي مشيت قادت مشيت جبت الزيت داك العطريه عطريه شي حاجه زوينه واجي نوريكم كنهج صافي يلا معايا انا دخلت هو ديك الغريله ديالها هي فين حطيتها حتى هنا البوشون ديالها ديال القطران عمرتها ودرت لها الطبيصير باش ما تبقاش تكب ليا الماء على
الموبل حيت هي كترطب شتو هكا تبرد الماء كترطب. دابا غايقول لي كاين شي واحد غايقول لي حيت هاد الحمقه هاد حياه الناس يشرو شي حاجه موديرن شي حاجه كلاس وانت كتشري غير هادشي ديال التراب كل واحد واش يعشق انا فات داكشي ديال الموديرن. انا داري ادك البارتمان ديالي في اكادير فرشتها كلها موديرن بغيت انا شي حاجه دابا تقليديه نحط هنا يبغى يشرب نكب داك عندي الماء فيلتري كنكبو فيها باش يبرد الا بغى شي واحد. وهنا رجعت لكم يا الغزالات يا البنانات يا اللي واحلين بحالي وداك الوقت ما بغى يدوز نتسنى داك 19 شهور تدوز بفارغ الصبر ولا بغى تدوز كنحس بالنهار كيدوز عليا عام. نتشكى عليكم نتشكى عليكم ويي ما كايناش شمه في الدار اللي نتشكى عليها راجلي راه قتلته. وكي دايرين لاباس عليكم بخير حك فديك الكريشه ونعاود نحك. المهم هنايا قولي اش كديري حياتاش قلت ديري الشطح هو اللي بقى لك جا عليا نشطح دابا مع ديك الكريشه جات عليا الشطحه من داك الشيء. يا سلام يا سلام بوغوص صف لا الزين ولا طاي لا طاي دو بواس دو بواسون. دابا انا وراجلي راه تقادين معاه عنده الكريشه وانا خارجه هي كريشه دابا انا وياه راه تقادين نزيد شويه نبقاو نديرو نجو ما نقدر لا نعنقو لا يعنقني امبوسيبل. شوفوا الدوره كيفاش دايره شوفوا الشطحه طاي مانكا صافي واعره اي اي اي, اي, اي. دابا انا عاد كنشوف راسي كيفاش كندير مع داك تسريع الكاميرا. يا سلام يا سلام على الزيناتني زعما يليق معايا شي ريبورتاج يجي معايا الريبورتاج ديال هذيك بحال داك الريبورتاج ديال من والله ما عرف ديال اش كاع ديال ناشونال جيوغرافيك ديال ليزانيم ويجي معايا دابا وعييت تحت عشي كوكونا وعييت دق دق. المهم تقولي حياتك دخلك الكوزينه جاي ديري وما نكذبش عليكم والكوزينه عندي واك واك فيها الطوط فيها العفن واحد شويه غدود ايماجينو معايا انني الكوزينه ديالي عمرها تمسحات من اللي كنت فيها كانت نقيه ولكن هي كانت نقيه فاش كنت انايا ديك ساعه مازال ما كانت توحمش البنات كانت نقيه زعما بها حتى شي حاجه الكوزينه حيت كان حيت انا من داك النوع ديال العيالات اللي كان نرون ونجمع بحال دابا ديك الحاجه ما نخليهاش تخيني بحال دابا الا هزيت العطريه رونت ديك البلاصه راه غنمسحها دغيا باش تبقى لي ديما نقيه كانت ديما نقيه ما بها حتى شي حاجه كنمسح غير البلاكارات اللي كيقيسهم لي كنبقى تابعاهم كنتبع مولاي دخلت الكوزينه ولا راجل ولا كما هما مروينين نيميرو واحد في التروان هي ما وراجلي واياد والله الا نيميرو واحد صافي كنبقى تابعهم انا قتلوني عياوني. المهم ايوا دابا من نهار البنات عرفت هاد الشيء عرفت هاد بلي راه حامل وعاد العجب ليا كاين في كرشي صافي ما بقيتش عمر ديك الكوزينه درت بصحتها ولا شتها ولا تعرفوا راه واحد شويه وينوض فيها الدود ما بقى والو وينوض الدود فيها بقى شي كوك وتدود لينا وانا نوض نيت حيت حيت انايا البنات وليت بغيت ندير واحد لو سيستيم اخر جديد اي حاجه عندي اي حاجه ديال الماكله دايره فيها البلاستيك غنحيدها وغندير البنات الزاج ما بقيتش غادي ندير البلاستيك صافي 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 كلشي غنديرو في الزاج كنحيد ماشي غنحيد بدقه واحده حيت راه عارفه القرعه ديال الزاج راه غاليين ماشي بحال البلاستيك بلاستيك دايره 10 دراهم 8 دراهم 4 دراهم تلقيها قلت غنحيدهم كلهم وغندير كلشي لي زي بيس وداكشي كله في الزاج لي زي بيس حاطهم في الزاج باش نكونوا متفقين داكشي الاخر حتى هو حاطه كاين اللي حاطه في الزاج وكاين اللي حاطه في البلاستيك اشنو اللي حاطه في البلاستيك انايا بحال دابا شي حاجه دايرها في شيميكا هي حاطه في البلاستيك ولكن دوك حتى دوك الحوايج ديك ربعه القراعي خمسه القراعي اللي بقاو ليا ديال البلاستيك بغيت حتى هما نحيدهم نبدلهم بغيت كلشي نردو زاج ما بغيت حتى شي حاجه بلاستيك ابدا ما بقيت شي حاجه بغيتها بلاستيك شوف بلاستيك البلاستيك غير صحي البنات كنقولها لكم ديجا شحال هادي ولكن صحي انا كنحاول غير الزيوت حيت كندير فايد ولكن داكشي الاخر ما تقدريش تشري كلشي زاج البنات راه ما عارفه ما هي وما لونوها تعرفوا فين غتخرجي كل مره كنشري حاجه ما بقيتش كنشري البلاستيك الا غنشري كنشري بدل ما نشري اللهم نشري وحده زاج وما نشريش زعما 10 بلاستيك من الاحسن انا بالنسبه ليا هكا ارتاحت كلشي وليت غنديرو زاج وصافي راه قربت اصلا نسالي راه بقاو ليا غير شي وحيدات ما حيت مشيت اخر مره سافرت فاش كنا في اسبانيا طرقت معايا داك واحد المكازان كانوا فيها لي هذاك القراعي ديال الزاج رخاصين كانوا كيديروا واقيلا واش انغو ولا 100 درهم خديت 8 او صافي ودرت بهم قضيت بهم الغرض دابا بقاو ليا غير شي 4 هكا كلا ستة د القراعي كاع اللي خصني نشري وصافي نزيد بشويه بشويه قلت لكم نبدل كلشي دابا قالت انا كتشوفوني كنحيد اي حاجه دايره في شي خنشه كندير حالا ندير وتا دوك القراعي ديال الكونفيتور داكشي الناس راه ما كرميهم زعما يتحب لكم واش غادي ندير القراعي كلهم
اني كولور وانيفورم. وانا راه ماشي با وزير باش ندير القرعي انيفورم، شحال خاصك باش دير القرعي انيفورم واني كولور. ويلي ويلي ويلي، بحال دابا شي حاجه شط لي كنديرها غير في القرعه ديال كونفيتور متسدا، رقه ديال الغراض، قرعه ديال اي حاجه، المهم تكون زاج وصافي. هنا راه اياد وبنت اختي وبنت خويا معاونيني شويه، راه عاونيني مساكن جفوا لي الضربه، ويا هي هزه الشطابه وهو الجفاف ويدوزو، ما ندوزو راه ماشي جفو مزيان، راه غير مرونو فهمت، تدوزو على الشيفون وصافي. تعرفوا في هاد الوقيته انا وليت قانع على الشقه ديال اي واحد، قانع عليه دري صغير نقنع عليه على الشقه ديالو، ما عنديش مشكل، المهم انا غير يجمع لي يقدر لي الغرض وصافي. وانا اللي ما انا اللي مداك النوع اللي نهائيا واش انا يا نقدر شي واحد يجمع لي الدار. كتقول لي دائما حيت علاش ما تجيبيش شي وحده تعاونك، ما كيبرد لي حتى شي واحد غدايدي، ما نكذبش عليكم. كانت واحد المراه كانت ديك الساعه خدامه معانا، هي اللي كانت ديك الساعات الا دازت ما ندوش موراها، وما نكذبش عليهم وقعوا مشاكل وداكشي. كان سميتها فريده، الله تفكرتها بالخير، وكان وقعوا شي مشاكل وهادشي، وما تفهمناش ما تفهمناش شي حاجه اخرى من غير داكشي، وقعوا شي حاجه اخرى وما تفهمناش وصافي. مي كانت هي اللي كتبرد لي الغدا في الجميع. كانت مسكينه ما كانت بعاش ديك الساعه، كنت ساكنه في اسلان، عمرني تبعتها، ورا اسلان كنت كتر من هكا. كنت انايا كانت فيا البنات ما نكذبش عليكم في الاول كان فيا شويه بعض ديك المرضى ديال النقاء، فاش كنت يلاه فاش كنت ديك الساعه ساكن في اسلان كانت فيا شويه المرضى، ما نكذبش عليكم كنت مريضه ما نقدرش، كنضل نغوت معايا القايله الا ما لقيتهاش بلاصه نغوت عليها وصافي. الحمد لله مع الويلف وداك الشيء تبدلت، ما بقيتش دابا الحاجه واخا مرونه دوز حدايا، انا نقتل صحتي على حساب الجميع. الجميع انا ما كيتقاداش وما كيتسرش، خرج معنا صباح وعشيه عيد نجمع والو، قال نجمع يا راجل يجمع والو، المهم نقضي الغرض وصافي. دابا ديباني طيفكني الله حتى نولد بخير وعلى خير. ديك الساعات راه ما نجمع ورا ما نسيق ورا ما ندير. دابا هنايا البنات كيقول لي البنات حياه علاش ما تجيبيش خدامه تعاونك. البنات راه الكونفينمون فين غنجيب هاد الخدامه؟ هاديك الخدامه اللي غنجيبها خصني ما نجيبها مع اكادير، ما نكذبش عليكم. انا بغيت شي وحده زعما فهمتوني، انا اللي غنجيب شي وحده تعرف طيب، ماشي ديري ما طيب لي غطاجين ولي بات. انا راه ماشي غناكل هاد الطاجين ولي بات، خصها تكون تعرف جميع الوصفات تقريبا بحالي هكا، دير لي نفس الوصفات ديولي وتكون تعرف يعني اي حاجه تحطها، تكون زعما اي حاجه تعرف طيبها. الا يد ليك غنجيب شي وحده، مي ما محتاج دابا تيرموميكس، ما محتاج حتى شي وحده طيب ليا الجميع، غنبقى نديباني هكا. انا ماشي من داك النوع زعما شي واحد يجمع ليا، ماشي قضيه فلوس، ماشي قضيه شي حاجه كاع من غير كاع الفلوس. انا ماشي من داك النوع اللي نقدر شي واحد يجمع ليا قبل لي داري، انا دير لي اي حاجه الا تقبل لي داري، داري نقبلها بوحدي انا ونجمع بوحدي نسيق، ما برد لي غدير حتى شي واحد. هنايا كما شفتوا معايا البنات تعرفوا التيرموميكس نهار شريته ما غسلناه، ماشي ما غسلناه على لاباري ديالو ما نقيتهاش، المهم خرجتها اليوم ونقيتها ومسحنا البيبان ديال الكوزينه، واخا ما نسحش جميع البلاكارات، مسحنا البيبان ونقيت هاد الثيرموميكس ديال الغدا، كبيت فيه غدايدي نقيته مزيان مزيان ديال خاطر كيشعل مسكين، نقيت الحيوطه نقيت داكشي اللي خاصو يتنقى، ولكن شفتو شحال تاع العفن خرجت من تحت منه. باش تعرفوا اختكم راه نيت راه باش تعرفوا اللوكا اللي واصله ليها انايا، اشنا هي المرحله اللي وصلت ليها انا، وصلت لواحد المرحله ويلي واعره صافي العظيم. ديك المرحله ديال ديك السيده المعجزه اللي ما بقاتش قادره دير شي حاجه، هي ديال المرحله وصلت ليها انا. ودابا يلا الحمد لله بشويه بشويه كيولا كيبان لي هادشي موسخ. في الاول ما كانش هامني ما نكذبش عليكم، مع المرضى ما يخيبه ليا الوسخ، يبان لي اللي بغى يبان لي ما نكذبش عليكم ما ردش ليه البال. دابا يلا بديت كنرد البال بشويه بشويه، بقيتش كنقدر نصبر. ايوا صافي، الراجل ديالي مسكين حتى هو معاوني داير اللي عليه، يعاون ويهرس، المهم هو عاوني وين مهرس يا ضروري شي حاجه. كاع كيساني لقيت كاع الكيسان تاعي مهرسين، عرفتوا لي ما كايناش انا في الكوزينه، كيساني طباسي لقيت طباسي كانوا فيهم 8 بقاو ليا غير 4 واقيله، قلت لك كيسان ما بقى حتى شي واحد دابا غيخصوني كيسان اخرى، لقيت كانوا عندي 6 على 6، دابا وقيت 4 على 4، ما عاد فين دازوا جوج، ما عاد فين دازوا جوج اخرين، ما عرفت انا داكشي فين داز، ما عرفتش نكذبش عليكم. وتخييت ونقيت بيت الخزين جمعته حتى هو الكونجيلاتور، حتى نوريه لكم حتى هو راه غندخل فيه داكشي نخوي شويه، وان شاء الله كل مره ندير معكم حاجه وصافي والدنيا غاديه كيكا. يا يعني نخليكم مع بعض المقتطفات. في الحب قلبي قبيح ما نجيش ونطيح، صعب يديني رضيح انا ماشي سهل. في الحب قلبي قبيح ما نجيش ونطيح، صعب يديني رضيح انا ماشي سهل، انا ماشي سهل. قلت للوالده
ما تربي كبدا ماشي اي وحدة ما تكونش غافل انا ماشي سهل وبلاش بلاش دغتي لصدع الراس بات علي عساس شهدوا يا ناس وبلاش بلاش طاح الفاس عالراس دغتي لي يا وسواس شهدوا يا ناس يا اهل الهوى ويا عاشقين شكل جرال وحالي ست ايام عين صاراني ما عرفت انا مالي يا اهل الهوى ويا عاشقين شكل جرال وحالي ست ايام عين صاراني ما عرفت انا مالي مهما تكون قبل انا اللي عندي الحل المشاكل الى صاروا انا نشيل الحيره انت في قلبي الموبايل اللي عرفوه من الناس غير اتصلوا بيا حبة تسونامي ضرب لي قلبي والله تسونامي وصل يا ربي حبة تسونامي ضرب لي قلبي والله تسونامي وصل يا ربي يا مغدو ما في وشقك مدالي ونسيتي الباسي وانا ما ناسي وما درنا والو كنديرك هذه يا مغدو ما في وشقك مدالي ونسيتي الباسي وانا ما ناسي وما درنا والو انا منويت الغدار ولا كنت نفكر انا منويت الغدار ولا كنت نفكر حيرانة ما تنفع كندامة حيرانة ما تنفع كندامة ما بغيتش نكون خفيف قلوب البنات انا عضيف نبدا الحب في الشتاء ونسالي في الصيف ما بغيتش انا نكون خفيف قلوب البنات انا عضيف نبدا الحب في الشتاء ونسالي في الصيف عجبك الحال نجري وراكي كيف المجنون هذا ماشي حب هذا ماراطون عجبك الحال نجري وراكي كيف المجنون هذا ماشي حب هذا ماراطون الحب قلبي قبيح ما نجيش ونطيح سعبيد الدنيا الليح انا ماشي سهل في الحب قلبي قبيح ما نجيش ونطيح سعبيد الدنيا الليح انا ماشي سهل ولا بنات واخيرا ساليت واول حاجه بدا ساليتها غير كوزينه ما مسحتش البنات البلاكارات كاين البلاكار اللي مسحتو كاين البلاكار اللي ما مسحتوش غير نظم داكشي الكوزينه يا خويتها
لما انا غسلتهم ستفتهم ما كاين حتى شي حاجه. كاينه هذيك الزلفه اللي حطيتها تما هذيك فيها الحمص مرطبه، بغاو الكسكسو تندير لهم الكسكسو تنسالي ندير لهم الا ساليت صافي. الترموميكس غسلته نقي حتى هو، المهم كلشي نقي كلشي مرطب بلاصتو. غنشوف هاد الدجاجه فين غندير هذيك، كنبقى حتى كنقطع فيها قطع فائد ما كنبغيش يقطع لي الكونطوار. المهم راه البلاكارات ما مسحينش، راه قلت لكم كنمسح بشويه بشويه، كل مره كنمسح بلاكار جوج. يلاه يلاه مسحت هذا البنات، يلا مسحت هذا ونظمته شتو هذا صافي. هو اللي مسحت حطيت الزاج الفوق والبيضات اللي كندير فيهم لتحت وراك صافي هكا صافي. هذا هو اللي مسحت بوحدو. واش ناخذ صافي وخويت داك الشيء راك شتوني راه قلت لكم شنو درت وصافي. وباقي ليا دابا كلشي باقي ليا بحاجه بحاجه. يلا غنمسحت الحيط تما وداك الشيء ونقيت هذيك وعلى راحه يا البنات. الحقيقه عييت عييت والله الا عييت، ولكن ما عرفتش لكم البنات واحد الراحه نفسيه فاش كتجمعي كتعلى الاقل بالك غير شويه تعبطوا. ها يبان لكم لافابو نقي خاوي ما فيه والو، فيه هذه بقي فيها التيت صافي. وهذه هنايا واحد الاناناس قطعتها درتها في الكونجيلاتور ودرت هذاك نشوف الا غتكبر باش نغرسها. شحال زوينه البنات تكون الكوزينه نقيه واو 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 على راحه ما نعاودش لكم. دابا نمشي نضربها بشي تدويشه من داك الشيء، شعري ما غاديش نوصلو، شعري نقي صافي. شوفوا كي تشنتفت شنتفت انا شنتفت. ويلا بيبي عليكم، غوبيزو تهلاو فراسكم.